مش خلي من هنا. واش غنقول لك كلمه قلناها لهذا الجمهور الحاضر، حنا تنشهدوا اليوم انبعاث جديد في الحي الحسني وفي هذه الحومه. بعدت بيننا الظروف والشلاهبيه والسماسريه ديال الانتخابات، وهانتوما اليوم تتشوفوا استقبال الرائع اللي داروا لنا اولاد هذه الحومه اولاد الحي الحسني. لا شك انها انطلاقه جديده وانبعاث جديد للاتحاد. تجربه اولا وكفاءه ثانيا ونزاهه وصدق. احنا المحب عندنا هو الخبير واستراتيجي في العمل الجماعي. احنا المحب هو اللي تينبهنا للمطالب اللي خصنا نطالبوا بها، هو اللي تينبهنا الاختلالات اللي كاينه في القوانين المتعلقه بالجماعات. احنا محب نقدم لهذه المقاطعه ولهذه الدائره كفاءه حقيقيه، واتحدى كل الترشيحات ان تصل الى مستوى المسؤوليه، لا في فهمي ولا في تدبيري العملي الجماعي. شكرا.